بابا انا جاهزه يلا بينا. ايه ده؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ دي العوامه بتاعت البحر عشان ننزل نتمشى. يا بنتي احنا نازلين نتمشى يا جوري، هنلبس العوامه احنا نازلين نتمشى. خشي سيبيها يا جوري، سيبيها جوه يا جوري. يا طب انا هشوف حاجه غيرها. يلا بقى يا بابا انا جبت الكوره، يلا بينا ننزل. يا نهار ابيض، كوره ايه اللي هناخدها واحنا نازلين؟ كوره؟ هناخد كوره واحنا نازلين نتمشى؟ سيبيها. طب امال اجيب ايه؟ سيبيها يا جوري، ما تاخديش حاجه، مش لازم تاخدي حاجه. بس انا عرفت هجيب ايه، ثانيه واحده. ايه رايك بقى كده؟ نضاره؟ نضاره بالليل؟ يعني هتلبسي نضاره بالليل ومش بتاعتك، بتاع الكرمة. يوه يلا يا بابا، يلا يا بابا. بابا هو ليه انا قصيره؟ ايوه ما انت قصيره عشان لسه صغيره، لما تكبري تبقى قد جوري هتبقى طويله زيها. لا يا بابا انا عايزه اطول دلوقتي. طب وانا اعمل لك انا ايه دلوقتي؟ مش عارفه يا بابا، اتصرف بقى. بابا انا عندي فكره اعملها. فكره ايه يا جوري؟ اعملي اي حاجه يا جوري. بابا احنا نازلين نأجر عجل، عايز حاجة؟ لا يا حبايبي، روحوا أجروا عجل وتعالوا بسرعة، متأخروش بس. بابا عايز في السلوبيتة دي. يا بنتي اسمها عفريتة، سلوبيتة ايه؟ عفريتة ايه يا بابا؟ اسمها سلوبيتة أنا بخاف. اسمها عفريتة مش سلوبيتة. اسمها عفريتة؟ طب خلي ماما تغيرها لي. خلاص خدي 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 خلاص. بابا الريموت اللي انت لسه جايبه بايظ. ازاي مش شغال؟ ده انا لسه جايبه النهارده. والله اهو حتى بس مش عايز يشغل الشاشه. ازاي مش شغال؟ وريني كده وريني. يا بنتي ما فيهوش حجره، لسه جديد وما فيهوش حجره، هيشتغل ازاي؟ عشان كده وانا اقول مش راضي يشتغل ليه؟ اتاري هو ما فيهوش حجره. جوري هي ماما عامله اكل النهارده؟ ماما عامله قرنبيط. بيت؟ ايه قرنبيط ده؟ هو في حد بيحب القرنبيط؟ اه كلنا بنحبه. بس ماما على فكره ما بتاكلش القرنبيط. لا بتاكله. كارما بقى، كارما عمرها ما اكلت القرنبيط ولا بتحبه. دي كارما بتعشق القرنبيط. وانت بتحبي القرنبيط يعني؟ اه ده انا بعشقه، ده تحفه. طب خلاص انا هاكل البطاطس اللي هي عاملاها معاه. لا مش عامله بطاطس، بس عامله قطه مخلله. قطه مخلله؟ في حد ياكل قطه مخلله؟ تاكل؟ مش واكل. ايه في ايه؟ عملتي ايه؟ بص يا بابا انا كان معايا بيضه حذفتها من البلكونه على واحد جت في دماغه. ازاي يا جوري تعملي كده؟ مش كده عيب؟ خلاص يا بابا انا عارفه مش هعمل كده تاني. كده يا جوري؟ انا زعلان منك يا جوري عشان عملت كده. لا يا بابا والله العظيم مش هعمل كده تاني. هتلاقي الراجل دلوقتي زعلان وعمال يدور على مين اللي عمل كده. لا ما هو شافني رايح يجيب ناس وجاي يتخانق معاك دلوقتي. الله يخرب بيتك، ده انا اللي هوريكي بقى. ران بابا انا زهقت. ايه في ايه؟ كل ما تجيب حاجه جوري بتاكلها مني. جوري؟ عملت لك ايه جوري طيب؟ كلت اللبان بتاعي. لبان؟ جوري كلت منك اللبان؟ انا يا بابا بقى نادينا قلنا ما تاخدش مني حاجه تاني. طب ناديها لي، روح نادي لي جوري دي وانا هشوف في ايه. ايه يا بابا في ايه؟ ايه يا جوري؟ انت كلت من اختك اللبان ليه؟ انا؟ لا والله. طب بص يا بابا بص بقى. ايه ده؟ ايه الكرمه ده يا كرمه؟ اللبان. ما اللبان في بقك اهو. نسيت. كرمه نعم يا جور، ما تيجي نلعب اي حاجه. نعم ايه يا جور؟ انا زهقت يا جور. يلا خلاص هلعب حاجه.
بقول لكم ايه؟ نعم يا بابا، نعم يا بابا. شفتوا كنتوا جايب لكم ايه ونسيتوا؟ ايه ده؟ الله، ده السنسال ده يا بابا جميل قوي. شكرا يا احلى بابا. ايه؟ انت جبت الايس كريم ده من الفريزر؟ ايوه كان في الفريزر. عارف يا بوز ايه ده؟ ماله؟ ده بقاله شهر في الفريزر، ده بايظ. بايظ؟ اه. ما انا عمال اقول طعم غريب، طعم غريب. روح بقى اعمل اشرب سفن ولا اعمل اي حاجه. انا حاسس ان هو فعلا. طب ومين اللي سابه شعر في التلاجه ولا في الفريزر؟ ماما. ماما ده انا اللي هيحصل معاها بعدين. الله، ضحكت على بابا. تحفة تحفة يا بابا. يا بابا شفت البنت اللي اتعرفت عليها في البسين النهاردة؟ بنت مين دي؟ يا بابا البنت اللي كانت واقفة جنبي النهاردة. البنت اللي كانت واقفة جنبك؟ مالها؟ مش عايزة اقول لك بقى. ساحرة ساحرة ساحرة؟ ساحرة ازاي يعني؟ قالت لي تعالي اعمل لك سحر. قلت لها ايه هو؟ قالت لي خلي لك البسين ده دافي. قلت لها ماشي. راحت مركزه قوي كده يا بابا، مركزه، الميه دافيت. سبحان الله. ايه ده؟ يا انت عارفه الميه سخنت ازاي؟ يا بابا عارفه، عشان ساحره. ساحره؟ كانت كل قرف. الحمد لله البسين اللي كنت فيه كان سخن طبيعي. وهو يا بابا لازم يكون دافي، ما هو اللي كان واقف جنبك كان باباها. Run.